اهلا بيكم في عربود اكسترا واخر الاخبار العربيه والعالميه. اهلا لميس. اهلا خليل، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. اهلا بيكم مره تانية، ويلا نبدا حلقتنا النهارده من مهرجان هنا فبراير بالكويت، واللي كان معانا منه حفل النجم حسين الجسمي ومطرف المطرف، ودي طبعا الحفله اللي كسرت الدنيا، فخلونا نعرف التفاصيل في التقرير اللي جاي. اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. كاميرا عرب وتنتقل هالمره من دبي للكويت في تغطيه خاصه وحصريه لفبراير الكويت. حفل الافتتاح حيكون مع النجم الكويتي مطرف المطرف والنجم الكبير حسين الجسمي. كل اجواء الباكستيج، الانترفيوات والحفل حتشوفوها نيكست. النجم حسين الجسمي اليوم موجودين مع بعض في الكويت، وعلاقة كبيرة جدا بشعب الكويت، واليوم في افتتاح فبراير الكويت، شو هالإحساس الحلو؟ شكرا لكلامك، وأنا سعيد كثير أني أنا دائما أكون قريب من جمهور الكويت. الكويت أهلي وناسي وبيتي، فأنا مش غريب عليهم، وإن شاء الله أنه أكون أرضيت مسامعهم وقدمت لهم قليل من ما في جعبتي يستاهلون الأكثر. وسعيد كثير بهذا الحفل الجميل، افتتاح قوي وجميل الحمد لله بهذا الحضور القوي. حسين الجسمي، الأغنية الأخيرة أحبك، الأغنية ناجحة بكل المقاييس، بس حبيت أعرف شو أول شيء، شو سر النجاح وشو إضافة لحنك ورؤيتك لهذه الأغنية؟ يعني أغنية أحبك كانت مولود جديد، ودائما المولود الجديد غالي، فكانت رؤية بسيطة جدا. سر نجاحها بساطتها، وسر نجاحها الإحساس اللي في الكلام واللي في اللحن وفي التوزيع. عيد العشاق على الأبواب، وحابين نسمع رسالتك لكل حد عم بيحب. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله أيامكم كلها حب وكلها جمال وكلها قرب، والله يبعد عنكم إن شاء الله الإفراق ويقرب منكم المحبة والحب. الفنان مطرف المطرف، اهلا وسهلا فيك برنامج عرب. يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله. اليوم في افتتاح مهرجان فبراير الكويت، والحفل كان احسن وكان كثير كثير حلو، بس حسينا في شويه توتر في اول الحفل، صح الكلام او لا؟ لا ابدا، الحمد لله ما في اي توتر، لا بالعكس، الجمهور هذا حبيبي يعني، وانا نقولها بالكويتي امون علي يعني، فمتعود علي، وبالعكس كنت مستمتع جدا. شو اكثر اغنيه للجسمي قريبه لقلبك؟ الجسمي كله حلو، جسمي والله يعني انا احب الجسم واحب اداءه، طبعا موجه له تحيه ونتمنى له التوفيق يعني في الحفل. وبنروح للقاهره مع المفاجاه اللي بيحضرها عمر ورجاء بالمير، وهي تريو جديد بيجمعهم بامينه. ايه اللي قاله عمر ورجاء عن زيارتهم في مصر؟ خلونا نشوف مع بعض. Now guys we do exist in Cairo. Now guys we do exist in Cairo. حاسب الشارع. اوكي. خلاص سوري. أخيرا تواجد الثنائي المغربي عمر ورجاء بالمير لإحياء أولى حفلاتهم الغنائية بالقاهرة. ليش تغدروا تخونوا الدنيا رايحة وفايتة؟ أنا راس السنة بشرم الشيخ، أول مدينة زرناها بمصر، وبعدها جينا القاهرة، مدينة زوينة بزاف، خلصنا حفلاتنا الحمد لله بنجاح. الثنائي كانت بدايتهم من خلال كليبات حققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب. أنا كنت غنغني الأغنية وحدي، راح للاستوديو، أنا حبيت أشوف الجو وكذا، غنت بس كوبلي، فخلينا هذاك الكوبليه، وبعدها عملنا مال الزين اللي كانت اغنيه بالطب يعني، كانت اغنيه يعني اللي اكثر اغنيه نجحت فينا، نفتخر فيها. و
وكان واضح انهم ما خدوش وقت طويل للتأقلم على اجواء الشارع واندمجوا سريعا. عمرو ورجاء من محبي شيرين، وده اللي ظهر خلال كواليس اللقاء. وما شربتش من الها، طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها. مش بس اغاني شيرين اللي اثرت فيهم، دول كمان وقعوا في حب بعض الاكلات الشعبيه المصريه. ادقت ملوخيه، ادقت عجبني فول مدمس، باميه فول مدمس، الطعميه والحاجات دي يعني. وزي ما كان في اوقات مرح ورقص وغناء يدفع كده، طب يردكوا كده، كمان كان في مشاغبات ومواقف تندرج تحت بند شقاوة اخوات. يقولون انك واحد فاشل من غير رجاء بالمير، صح؟ افرض انت الفاشلة يعني. لا لا انا في قلة احترام بس ويزعق. اديني بس كنترول مادي دلوقتي وانا اروح خليكم معاك دلوقتي. الاجواء المصريه اللي عاشها عمر وشقيقته رجاء غالبا شجعتهم على التحضير لعمل جديد مع مطربه مصريه، مع مزه مصريه كمال حنطور. ان شاء الله في يعني قاعدين نفكر بروجكت قاعدين نفكر فيه مع الفنانه امينه ان شاء الله حبيبه قلبي، وان شاء الله نتوفق فيه ان شاء الله ان شاء الله. ورغم ان اللقاء كان ممتع جدا، لكن كان لازم نسيبهم علشان يكملوا جولتهم في شوارع القاهره. باي باي بسلامة، باي باي بسلامة، باي باي بسلامة، باي باي بسلامة. فاصل وراجعين. الاسبوع اللي فات كان معانا من دبي الحفل اللي جمع نصيف زيتون وابو محمد خيري. كان لينا لقاء مع محمد خيري اللي ولع الدنيا بالقدود الحلبيه والموشحات القديمه، وطبعا الناس كلها كانت مستنيه ابو في ثلاث دقائق. البدايه كانت مع ابو، وطبعا بالاغنيه اللي اشتهر بيها مؤخرا ثلاث دقائق. أبو كان لي رد على الناس اللي قالوا إن الأغنية نجحت فقط بسبب مشاركة يسرى فيها. طبعا نجحت عشان ظهرت فيها فنانة يسرى، أنتم مستكترين يعني إن الفنانة نجحت لكل عوامل الحب الصراحة. كمان اتهم مؤخرا بسرقة ألحان ثلاث دقائق من أغنية إسبانية بكل تفاصيلها. جوني عواد فنان لبناني وهو مدرس لغة إسبانية، وعجب قوي عجبه جدا ثلاث دقائق لدرجة ان هو ترجمها وسجلها بمزيكا ذو طابع أوروبي، بعتها لي وقال لي هي دي انا عملتها عشان حبيت ثلاث دقائق، فقلت له عجبتني جدا وهي من احلى الكفرز اللي اتعملت للأغنية صراحة. خلي اللي يقول يقول. ثلاث دقائق كانت مجرد بوابة خروجه للجمهور، لكن أبو قدم أعمال سابقة مهمة جدا. مسافر وفاكر حترتاح هناك وتاخد صحابك وحلمك معاك، دي أغنية اسمها مسافر، غنيتها دوات مع الأستاذ أحمد الفنان العظيم أحمد عدوية. ومن أهم فقرات الحفل كانت فقرة لمحمد خيري واللي أبدع في أداء الموشحات والتراث الحلبي، الخط الفني الأهم بالنسبة له. بلشت بلاين عمره 7 سنين وعرفت فيه، ماني مضطر هلأ أطلع عنه، إذا بدي أعمل شيء هلأ الخاص بدي يكون زاد الشيء بيشبهه ولو تقريبا شيء 70 أو 80% تقريبا. محمد كان ليه تصريح قوي وصف فيه رأيه عن حالة الفن في الوطن العربي حاليا. فن مات من 10 سنين وأكثر. هلا زمن الأغنية اللي هي بتاخد 3 شهور 4 شهور بعدين بتختفي. الحفلة كانت مع نصيف زيتون بأحلى المواويل وباقة من أغانيه اللي عشقها الجمهور. ولكن في آخر الحفل نصيف رفض إجراء أي لقاءات وقال إنه تعبان جداً.
نروح بسرعة للمخرج خالد دياب عشان نعرف هيقول لنا ايه عن فيلمه الجديد طل اصناعي في اللقاء اللي جاي. وطبعا بعد النجاح الكبير اللي حققه طل اصناعي وتصدره الايرادات في موسم افلام نص السنة. قول لهم انا مش خارج من هنا غير يا ولادي على كتافي يا ظهري على الخشبة. مع النجاح الكبير لفيلم طل اصناعي بيعيش السيناريست خالد دياب حالة سعادة كبيرة بفيلمه الجديد اللي شهد جلوسه على كرسي المخرج لأول مرة. أكتر واحد بيتفاجئ إن أنا المخرج هو أنا حقيقي، يعني ده كان حلم عندي من بقاله فترة طويلة إن أنا أخرج، وبحمد ربنا إن أنا قدرت أحققه. 500 دولار في البنك في زيهم كده يبقى معاكوا 1000. خالد دياب كان عنده أسبابه لخطوة زي دي. مؤلف ده مخرج على الورق. انا عشان اتحول لمخرج رحت درست في امريكا، ما بحبش احط رجلي كده على ارض هشه. عادي جدا انها تحصل في صفاره 1 2 3 الله. والغريب ان فكره الفيلم بدات بنكته. لينا واحد صاحبنا وعيله يعني عايزين يولدوا في امريكا ومعهمش فلوس، قلت له روح بلغ ان هي سرقتك وحطها في الاسم في البوليس وانت في امريكا، فالبوليس ياخدها يولدها يوم الولاده فيولدها على حسابه. وقعدت افكر طب ازاي حد ياخد الجنسيه الامريكيه من غير ما يدفع فلوس. وكان في تصور مبدئي لشخصيات ومشاهد الفيلم بطريقه جديده، كلها اترسمت ككرتون، اترسمت يعني فري هاند، تقدرش تصور جوه السفاره الامريكيه، تقدرش تصور بره السفاره الامريكيه، بقى لنا بعد جواسيس يعني مهندس ديكور كان بيعدي كده بيمشي في الشارع كده بس اللي يلقطه ويكتب نوتس مش قادر يصور، والسفاره كلها حجمها كله يعني سوري في الكلمه شاكب راكب 200 متر، في الاخر طلع الديكور نسخه من الشارع بتاع السفاره الامريكيه. اما عن تشبيه الفيلم بفيلم عسل اسود وفيلم الارهاب والكباب، طبعا الطلق الصناعي فيه ريحه عسل اسود، ما هو ريحتي. انا اللي كتب عسل اسود جوه الفيلم، اتريقنا على ان احنا قد يظن الناس ان احنا بنقلد ارهاب والكباب، فاتريقنا بإفيه بتاع مصطفى خاطر بيقول لما كنت طلعت كباب ولا نبقى بنقلد ولا ايه. طلقوا مين ده؟ والله العظيم ثلاثه، انا مش دكتور، انا هزق انت تسحب. وبعد طل اصناعي بيحضر خالد دياب لعملين جداد. مسلسل طايع بيكتبه محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب اللي هو انا، في مسلسل تاني في انتاج قناه ابو ظبي لسه هو اسمه مؤقت، المسلسل بيتكلم عن داعش، ابطاله المصريين حتى هذه اللحظه شريف سلامه هاني عادل. مفيش ولا راجل هنا عشان يبقوا بني ادمين. بعيدا عن الفن، يا ترى ايه حكايه خالد دياب مع دوج دوج كلب الاولاد؟ انا بقى بدربه كل يوم. وحتى مع دوج دوج بيعيش خالد شخصيه المخرج اللي طول الوقت بيدي اوامر. ست. لكن دوج دوج اعلن العصيان. ست. اقعد. فكان ضروري نوقف تصوير مع خالد ونسيبه ينهي مشكلته مع دوج دوج. بس هديه عقل دلوقتي. فاصل وراجعين. حصريا عربوت داخل كواليس مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال اللي اكد هيشارك في الموسم الرمضاني اللي جاي. وقابلنا بطلة العمل نور واللي بيرجعها رحيم للدراما التلفزيونية بعد غياب من وقت ما قدمت اخر مسلسل الاكسلونس. الحظ هو حليف شركة فنون مصر مؤخرا، وبيكملوا نجاحاتهم اللي بدأوها مع ياسر جلال بمسلسل رحيم اللي متنبأ له انه يكون من اقوى مسلسلات رمضان. اتمنى من الله ان يعني نأكد الخطوة بتاعت زلو الرئيس، وبعدين هو شركة فنون مصر مش مقصرة لانها شحنت كل طاقتها وكل الامكانيات موفراها في مسلسل رحيم، يمكن اكتر بكتير من زلو الرئيس. تنفيذ الاكشن كمان، احنا عندنا اكشن كتير في المسلسل. الورق في العمل دايما بيكون اهم اسباب نجاحه، والموهبه الكبيره اللي ورا نجاح ظل الرئيس كان المؤلف محمد اسماعيل امين اللي حطت الشركه المنتجه ثقتها فيه للسنه الثانيه على التوالي. الشخصيه بتاعتي هي شخصيه راجل نقدر نقول ان هو يعني بيقدر يطلع مصالحه او بيقدر يفهم النظام اللي موجود ويقدر يتعايش عليه، يقدر يعرف يتلاعب بالثغرات اللي موجوده في الحياه بتاعتنا مش بس في القانون يعني. واحدة
سيناريو المسلسل نجح في انه يرجع نور للدراما بعد غياب 4 سنين، وفرحه كبيره رسمتها على كرو العمل لانضمامها ليه بما فيهم ياسر جلال. وجماعه بعد اذنكم اسمحوا لي ان انا اقدم مفاجاه ساره وجميله جدا جدا جدا، النجمه نور. وانا سعيد جدا وليا الشرف ان انا بشتغل معاكي لاول مره. انت فنانه جميله على المستوى الانساني والفني شكلا طبعا. انا ما بعملش كل سنه مسلسل كنت، وعندي صعوبه شويه ان ادخل اعمل مسلسل وهبقى 6 شهور بصور او 4 شهور. كنت بعمل افلام اكتر يعني، في الفتره دي عملت افلام ودلوقتي عجبني رحيم فهي بتيجي كده. راجع مبسوط بتضحك؟ هو ايه اللي غيرك كده؟ انا بعمل دور داليا. انا طبعا مش هينفع اقول حاجات كتير، بس داليا اخصائيه اجتماعيه بتتكلم في علم النفس وبتتكلم في الحاجات دي. هي معيده في كليه وكمان عندها برنامج ليها. في احداث طبعا في المسلسل مع شخصيات كتير. رؤيته الفنيه وموهبته خلت الشركه المنتجه تراهن على المخرج محمد سلامه في اول تجاربه الاخراجيه. لتاني سنة بتتعاون دنيا مع ياسر جلال، بس المرة دي في دور مختلف تماما عن السنة اللي فاتت. كل النجوم اللي في العمل كل واحد عامل شخصية ما عملهاش قبل كده، يعني كل الناس هتشوف شخصيات جديدة عليها تماما. ومعنا دلوقتي النجم طارق عبد العزيز، يا ريت تكلمنا عن دورك في رحيم يا أستاذ. يعني أنا في الأول برحب بيكي كمذيعة. أنا بعمل دور سيد، أنت عارفاه طبعا. ما تحرقش قوي يعني يا طارق. لا ما كلمتين ده هما سين يه دال. وسيد ده شخصية كده يعني نقول مشاكس شوية. فخور جدا ان انا بتعامل معاه مرة تانية وبشتغل معاه. هو شخصية جميلة ومحترمة جدا وبتعلم منه. هو دايما بيدينا نصايح في اللوكيشن ويقول لي حاجات لو انا مش يعني عارفة اتعامل. مبسوطة جدا ان انا بتعامل معاه مرة تانية. بعد ما ابهر الناس السنة اللي فاتت بدوره في كفر دلهاب، هيفاجئنا محمد رياض بشكل مختلف في رحيم. رحيم مسلسل اجتماعي، والدور بتاعي يعني هيبقى مختلف شوية يمكن عن الأدوار اللي أنا عملتها الفترة الأخرانية. طول الوقت بتتعاملي مع مجرمين. اللوك مهم جدا في حياة أي فنان، وتحديدا ياسر جلال اللي أصبحت اللحية جزء من شخصيته مؤخرا وغالبا بقى بيتفائل بيها. والله هي أصل الدقن طالعة موضة بشكل عام، يعني الدقن طالعة موضة بأشكالها المختلفة. هي لما كنا احنا عاملينها في ظل الرئيس كانت هما شافوا انها الشركة المنتجة ماشية مع شكلي، فحبينا ان احنا نغير فيها شوية بما يتناسب مع الشخصية. يعني بالعكس هي مناسبة جدا للشخصية رحيم. وسبب التفاؤل ده هو نجاحه في ظل الرئيس، فقرر يطولها اكتر السنة دي في مسلسل رحيم. لا هو مختلف تماما عن ظل الرئيس، يعني الدنيا مختلفة. الجو بس القصد الشعر دي بس ما ينفعش مع ساعة، انا سعان جدا يعني الهواء جاي من كل حتة. في ظل الرئيس كانت اقل وكانت كلها تقريبا متساوية، لكن هنا دي مختلفة شوية، قصد الشعر مختلفة، فيعني ربنا يسهل بس عشان تبقى مناسبة للشخصية. مش بس ياسر جلال اللي شفناه باللوك ده، فنانين كتير في رمضان اللي فات لعبت اللحية دور حيوي في أعمالهم. مشاهد الأكشن في أي عمل عمرها ما بتكون سهلة، وتحديدا لما ما يكونش في دوبلير. والله أنا مش عارف إيه اللي خليني اتجننت وعملت كده. كنت عاقل ودايما أقول لهم يا جماعة ماله التمثيل اللي على القاعد، يعني إحنا كنا بنقعد بنمثل مكتب قاعدين على السفرة بتاع، ماله بقى الجري والتنطيط والشقلبة. هو مش كتير بس هو صعب ومهم وهو مكلف، فإن شاء الله هيبقى يعني في مكانه المناسب. هوليوود مليانة نجوم أكشن عظماء كتير، ومع ذلك ياسر ما بيشوفش فيهم الرول موديل بتاعه. والله أنا راجل فخور بمصريتي وعروبتي. فبص للريفرنس عندي في مصر بقى، يعني احنا نجومنا تاريخ السينما المصرية مليان بالنجوم الكبار، يعني عندك النجم أحمد السقا والنجم محمد رمضان وطبعا النجم عمرو دياب الكبير، طبعا النجم الكبير عمرو دياب. ومن القاهرة لباريس لسه مستمرين مع بلال العربي في تغطيتنا الحصرية لباريس فاشن ويك. وكان معنا مصمم الأزياء العالمي جورج شقرة عن مجموعته الجديدة اللي بتحمل شعار الحب.
monter dans ce train. Je n'avais pas de ticket. Jusqu'ici tout va bien. On m'a dit qu'il fallait pas flipper. Et je vois que les autres. Georges, ألف مبروك على الكوليكسيون. مرسي. عن جد بتعقد. Beautiful, beautiful. I think اليوم انت عطيت درس للعالم كيف بيعملوا tailored collection مش patchwork من هون من هون. انا عم بحب بحكي عن الحب وال يعني حبوا الحياة، حبوا بعضكم، نحب بعضنا يعني كيف. فمن الحب عادة بيعطي فريشور، يعني بيعطي نضارة، بيعطي قوة، بيعطي. فالكوليكسيون بتعبر عن هاي القصة يعني، مشان هيك ما فيها من هون ومن هون يعني، فيها طبيعية يعني. حسيت انه حطيت لو باكي شويه، كان في تكستشر، كان في اقمشه، كان في رسم، كان في اشياء كثير. يمكن لا معقول معقول ما بعرف، ما هو حسب اوقات اللي بنحب الكوليكسيون بنلاقيها انه مع انه نفس التكستشر بستعملهم كل مره يعني، بس هالمره يمكن كانوا ان ديفرنت واي يعني بطريقه مختلفه. لا شو اخترت انه التام يكون عن الحب، عن حب الحياه؟ واي ليه بلال؟ نحن عايشين بعالم مهضوم يعني، كان عالم عربي ولا عالم اجنبي يعني، انه بشكل عام العالم كله عم يغلي يعني، فبدك تهرب بالمحل يعني، انه مش عشان دقايق بدك تهربهم لتعيش بمطرح تاني. جورج، بعرف انه انت كثير بتعيش مع المجتمع بتاعك وبتعيش كثير مع الشيء اللي صاير فيك، كيف تعزل حالك لتعمل هيك بيوتيفول كولكشن؟ ليك هو هيدا بصير ديلام يعني، بصير معركه انا والكولكسيون يعني، بشوف شو عملت قبل برجع بدي اعمل شيء احلى، فبتصير في معركه صراحه معركه يعني. باكي رسم والاستوديو باكي رسم عامله مشتغل، بس بالاخر خلص بصير في ديدلاين، وعلى الديدلاين يعني بدك تقرر، يو هاف تو ديسايد يعني. فهلا كان فيري ليت ديدلاين. بيوتيفول. I'm colorblind to the whole world. All I see is love. I walk around with it all on my shoulder for the both of us. I'm a traveling man. Love the universe to win. فاصل اخير وراجعين. هنروح بسرعة لعمان عشان نشوف لقاءنا مع الفنانة شيراز اللي حسمت مسألة تشبيهها بالفنانة إليسا. ده غير تفاصيل فيديو كليب أغنيتها الجديدة، فخلونا نتابع مع بعض التقرير اللي جاي مع شيراز. أنا اسمي شيراز، يعني اليوم نحن غير أنه من رافقك ببيروت ومن رفقينك بعمان، عم تشاركي بمعرض العروس بعمان، وهذه السنة الثانية على التوالي يلي بيعملوا في هذا الإيفنت. قد إيه مبسوطة اليوم؟ وخبرينا هيك عن التكريم اللي حصلت عليه من هالمعرض. أول مرة بكون موجودة بسلطنة عمان، كتير حلو الفاشن شو اللي صار والبرفورمانس اللي غنيتها. أتمنى هينا تطلع اليوم غنية تنعرف بكل الميدل إيست، يعرفوا العالم يعني البعاد عن الريجون اللي نحن فيها، مش بس إنه سوريا ومصر ولبنان، لا كل العالم العربي بيعرف الغنية. سو عن جد بيكبر قلبي، وهذا الشيء بشجعني لحتى أشتغل أكثر عن الموسيقى اللي عم بقدمها. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لما تغيب، أنا كيف بدك عني. وحالياً عم تحصد شيراز نجاح أغنيتها الأخيرة سهر سهر. يعني أنا ما تنسى سهر سهر قد أخذت مني شغل كتصوير وتسجيل وماركتينج، هيدول كلهم شغل عليهم أنا بنفسي. أنا صار لي أسبوع برا لبنان، فما كتير عم بقدر أخذ الفيدباك مثل ما لازم. وكشفت عن مفاجأة خاصة لأربود. صورت فيديو كليب ما حدا بيعرف عنه شيء نهار الجمعة اللي فات، والمخرج هو وليد نصيف. صورت أغنية مروان خوري، كلمات وألحان مروان خوري الفنان الكبير، وبتنزل على فالنتاين إن شاء الله. وكيف ردت شيراز لما سألناها عن تشبيهها بالفنانة إليسا؟ ما بيعني لي، لا. شخصية إليسا بتزعجك؟ ما خصني، ما دخلني، بتصطفل. وكانت خجلانة كتير لما سألناها عن البوي فريند المنتظر. بركي ما بدي أقول هالسؤال. فيكي تنصحني؟
مبين على عيونك؟ لا ما في. لا ما في. هلا لبس احمر ايه، وعلى فكره هاي تاني مره بلبس احمر بخلال اسبوع واحد، بس لا ما في. قمر بدور على نجمات الليل وبزوقهم بالفرح. اسمعوا اغنيتي الجديده شو بعمل بهالقلب، هديه مني لالكون على فالنتاين. وين جنونك وين هواك؟ بنرجع للقاهرة من داخل استوديو الملاحم محمود خيامي عشان نعرف ماجد المهندس وأنغام وراغب علامة مشغولين بإيه دلوقتي. خيامي كمان كلمنا عن كواليسه مع النجوم وإزاي بيعتبر رابح صقر مدرسة فنية اتعلم منها كتير في حياته. رابح صقر هو ما أقدرش أقول فنان، هو مدرسة يتخرج منها فنانين، وأنا كنت مؤخرا واحد من اللي اتخرجوا من مدرسة رابح صقر. معنى أني دخلت القلعة المحصنة الخليجية بين قوسين رابح صقر. اذا انا شايف نفسي انا كبير، يعني محمود الخيامي از بيج. صدفه تلاقينا كده بعد مده، والكل منا رايق ومتالم. الحقيقة إن محمود دخل القلعة الخليجية من أوسع أبوابها بأكتر من عمل، سواء مع الفنان رابح صقر أو الفنان ماجد المهندس واللي لحن له أكتر من أغنية، منهم عرفنا بعض اللي نزلت مؤخراً في ألبومه الجديد وحققت نسبة مشاهدات عالية. ماجد يعني هو أفضل من غنالي، أفضل من وصل إحساسي. يعني ماجد المهندس ده يعني هو مش جوه في قلبي، هو يملك قلبي. يعني شخصية بحبها، مؤدب وهادي وكول ووثق في نفسه لدرجة ما بقاش متضايق وبيغني، ما بيبقاش مستصعب أي حاجة بتحصل، لا. وعنده دايما بيفكر يشوف إيه الجديد. عرفنا بعض عرفنا بعض، وكنت أحسب إني لاهينا عن. لكن عند محمود رسالة للفنان ماجد المهندس عن الأغنية المصرية فضل يوصلها له من خلال عرابود. مشكلة أي فنان خليجي، وده اللي كنت بتكلم عليه مع عراب، إن هو بيبقى قلقان لو أنا اديت له كلمة يخاف على نفسه قوي، ما عندوش الحتة دي. نفسي يا ماجد المهندس يعني اتجرأ سنة كده إن شاء الله وحنكسر الدنيا، لان انا بحبه وانا طول عمري مؤمن ان الحب بيجيب نجاح، ماشيين مع بعض. والعكس تماما كان رايه في الفنان راغب علامه اللي بيتعاون معاه في اغنيته الجديده اللي بعنا. خيامي اهلا اهلا يا بص، الاغنيه الجديده اللي عملتها لي هتعمل حاله باذن الله عند الناس. يا رب ان شاء الله باذن الله. واللي بعنا خسر دلع. راغب ما عندوش حدود، يعني ما يقولكش لا انا راغب ما غنيش كده، الحلو بيقوله زي ما كان عبد الحليم بيعمل لما لقى ان موجة الصعيدي والشعبي، فراح جاي عمل على الحزب وداد قلبي يا ابويا. وكان محمد رشدي مكسر الدنيا بهية وحاجات كتيرة جدا، وعرملة ومش عارف حاجات كده. فقال لا، الموضوع دوت انا هكمل فيه، ده ثقة في النفس. فراغب عنده الثقة دي. الأغنية الخليجية وشها حلوة على خيامي حتى مع المطربين المصريين، فكانت السبب في تعاونه مع مطربته المفضلة أنغام لأول مرة. هو ده، أنا بحب أذاكر، أنا لحنت لبناني ولحنت خليجي ولحنت عراقي الماجد في بين إيديا، فالحمد لله رب العالمين. هو اجتهاد وحب للموسيقى بكل أشكالها. أحبك بس قول حاضر، بكلمة تجبر الخاطر، مدامك داري وقادر حرام تموت أمانينا. محمود الخيامي أثبت نفسه في كل ألوان الغناء العربي المصري والخليجي واللبناني، ونقدر نقول إنه لحن كل اللهجات، لكن حلمه هيكتمل بالعمل مع اتنين من كبار فنانين الوطن العربي. محمد منير وعبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله، يا عبد المجيد عبد الله، يا أبو عبد الله أنا بحبك ولازم أشتغل معك إن شاء الله بإذن الله. ومن بيروت تم افتتاح الأسبوع اللي فات مجمع سيتي ووك في احتفالية كبيرة جدا جمعت أهل الصحافة والإعلام وعدد من الوجوه الفنية. بس اللي كان لافت عدم حضور أمل بشوشة وقيس الشيخ نجيب على الرغم من تأكيدهم المشاركة في الاحتفال. الهدف الرئيسي من المشروع هو دعم السياحة اللبنانية، الأمر خلى كتير من الشخصيات الهامة في المجتمع تكون متواجدة اليوم ده، وزي ما تعودنا من لبنان فالأجواء كانت مليانة بالفرحة والسعادة. بالنسبة لقليل لحود، إنشاء سيتي ووك أكبر دليل على إن لبنان تقدر تتحدى أي صعاب، والشعب اللبناني يقدر ينهض بمجتمعه تحت أي ظروف. راغب صراحة أنا بقول اللبناني عن جد ما بيستسلم قدام شيء،
وكل فترة وفترة وقتها بيفتحوا مطرح جديد بتحس انه في فرح وفي دايما حياة، والصعاب اللي بنمرق فيها ما بتأثر علينا، فحمد الله انه هيدا الروح موجودة عنا. وبما انها معاها الجنسية اللبنانية فهي كمان نشيطة جدا وبتحضر لأكتر من خطوة حاليا. هلأ عندي حفلة عيد العشاء بعشرة الشهر مع الفنان أدهم نابلسي بأوشن بلو بلبنان، وبعدين عندي سفر على سلطنة عمان على دار الأوبرا لأنه بدنا نعرض مسرحية على أرض الغجر مع أستاذ غادي الرحباني، وعندي فيلم سينما بس صراحة بكرة بعرف عن شو بيحكي، ما عندي فكرة أبدا. إصرارهم على دعم السيتي ووك كان أكبر دافع لمايا نعمة وزوجها شربل عشان يكونوا موجودين في اليوم ده. هيك مشاريع أكيد كتير حلو وكتير مهم للبنان وللسياحة، وأكيد نحن لنتواجد هون كمان شي حلو لنشجع كل الفانس إنه يجوا هيك بلايسز حلوين. لبنان عم يكبر وعم يتحسن بالرغم من قصص صغيرة تافهة ما رح تأثر على لبنان، ورح لبنان رح يضل قدامنا الله رد. ولكنهم كمان عندهم دافع أكبر حاليا تحضرهم للفالنتاين. سربرايز ما بعرف وين رح نقدمها. ما خبرتها وما رح خبرها. ما رح خبرها كمان ما رح خبرها. خطر انه ما حدا عم يعطيك خبري هون، هيك فيك تخبري كثير حلو من القلب. اما شيء من القلب. الفنان دايما بيكون مصدر ايجابي بمشاركته في اي حدث او مشروع جديد، لكن مشاركه فادي حرب تحديدا كان ليها اثر ايجابي عليه. مش بس فرحتي كبيره، بفتخر كمان بانه على طول في بلبنان مشاريع جديده رغم كل الاحوال. اللبناني وين ما بروح وين ما بيجي بضل يستثمر ببلده، وهيدا اهم شيء وهذا اللي بحبه انا. والايجابيه اللي بيعيشها فادي حاليا بتاخده لاكثر من خطوه جديده. حضر هلا ثلاث اغاني بلش بتسجيلهم اليوم، من بعد هون رايح نسجل الغنية دغري ان شاء الله، من بعد غنيتين رح نزل وحده ان شاء الله شهر الجاي رح تكونوا اول ناس تعرفوا فيها. بدي اقول لقرب ود كل النجاح والتقدير، وان شاء الله يا رب على طول تسمعوا كل اخباري. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، وما تنسوش تتواصلوا معنا على حساباتنا السوشيال ميديا او روتانا.net. شكرا للمتابعه واستنونا بكره.